طيب الزكاة أصلا أخذت من ماذا؟ الزكاة من الزيادة، يقال زكى الزرع يعني زاد. شوف كيف الزكاة سميت زكاة، أخذا من كلمة زكى يعني زاد، لأنها تزيد في الإيمان، تزيد في الأخلاق، تزيد في الكرم، تزيد في الثواب، تزيد في الرغبة ما عند الله. فالزيادة فيها أشياء كثيرة. الشيخ يقول أنها تزيد في الإيمان وتزيد في الإسلام وتزيد في الأخلاق، أخلاق الكرماء، ويتخلى من أخلاق اللؤماء، لأن الشح والبخل من أقبح الأخلاق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والشح. الشح درجة أعلى من البخل، شحيح أعلى من بخيل، أعلى في الخلق السيء. هذا أيهما أعلى أشد بخلا، البخيل ولا الشحيح؟ الشحيح. إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. ممكن يؤدي الإنسان يكفر بالله عز وجل بسبب الشح إلى هالدرجة. نعم، في ناس أنكر الزكاة، أنكرها، جحدها، والجحود الزكاة كفر بالله عز وجل قولا واحدا. ما الذي حمله على الكفر والعياذ بالله؟ البخل، من شدة بخل أنه إيش؟ أنكر فرضية الزكاة، قال ما في شيء اسمه زكاة، نسأل الله العافية. فبالزكاة يتخلى الإنسان عن أخلاق اللؤماء. نعم، تزكي المخرج إليه، تطيب نفسه إذا أخذ الزكاة، صح؟ تطيب نفسه إذا تصدق عليه. إن كان في حسد ذهب حسده، إن كان في حقد على التجار ذهب منه ذلك، ولا لا، حتى هو تطهر نفسه ينبسط. نعم.